بونجور ميز إليف، أجوردوي أون فا ريبوندر أو دوزيام إكزامان. إن شاء الله النهاردة هنجاوب على الامتحان التاني، تيست بي. لي لو دوكومون بوي ريبون أو كوستيون، اقرأ النص ثم أجب على الأسئلة. أجوردوي نوتر إيكول أورجانيز أن ديفيلي بور لي زونفان. إليا دي كلون، دي في، إي أوسي دو بون كريب أو شوكولا إي أ لا كونفيتور. نو سوم تري كونتون. بقول لك النهارده اجوردوي نوتري كول مدرستنا اورجانيز بتنظم اندي فيلي عرض مسرحي بور لي زونفون للاطفال. اليا دي كلون يوجد بهلوانات. دي في ساحرات. اي او سي دي بون كريب وفطير جيد وشوكولا بالشوكولاته. اي على كونفيتيرو بالمربى. نو سوم تري كونتون، احنا سعداء جدا. دي بالنسبه للاي دوكيمون بنفهم معناها ونكمل طبعا ايه حل الاسئله اللي عليها. السؤال الاول، مي فري او فو، صح ام خطا؟ اجوردوي اليا ان ديفيلي او تياتر، في عرض في المسرح. كلمه تياتر اللي هي سيتر بالانجلش، في عرض في المسرح، اكيد فو عشان هي فين؟ في الاليكول، يبقى الجمله الاولى فو. اليا دي بون كريب، في فطير كويس، اكيد فري موجوده فوق دي بون كريب. اليا سيلمو، كلمه سيلمو معناها فقط، كلمه سيلمو معناها فقط. اليا سيلمو دي كلون دون لو ديفيلي، في مهرجين فقط في الديفيلي، طبعا فوق عشان خاطر كلمة سيلمو، عشان في ساحرات كمان. الفراز نمرو 4، نو سوم تري كونتون، آخر جملة موجودة في الدوكيمون اللي فوق هي نفس الجملة، نو سوم تري كونتون، نحن سعداء جدا، يبقى أكيد فري، يبقى الأولى فوق والثانية فري والثالثة فوق والأخيرة فري. شوازي لابون ريبونس، اختار الإجابة الصحيحة. بيقول لك إليا دي كلون إي دي دون لو ديفيلي، يوجد إيه؟ كلون مهرجين وإيه في الديفيلي في العرض المسرحي، يبقى أكيد هناخد في الاختيار الأول. أجوردوي إليا أن ديفيلي بور لي، في عرض النهاردة بالنسبة لمين؟ مكتوبة فوق لي زونفون، يبقى ناخد اللي تحت لي زونفون الاختيار الأول. اليا دي كريب او، فيه كريب ايه؟ شوكولا ولا فروماج ولا بير؟ اللي موجوده فوق شوكولا، يبقى ناخد شوكولا، يبقى الاختيار كله في التلات جمل ايه الاولانيين في شوازي. قال لك كومبليت، اجوردوي نوت ريكول اورجانيز ان ديفيلي بور، يبقى هنكتب كلمه لي زونفون للاطفال. اليا دي كلون اي دي في، يوجد مهرجين وساحرات. اي او سي دي بون كريب او، هنكتب كلمة شوكولا. اي ا نكتب كلمة لا كونفيتير المربى. نو سوم تري كونتون اللي هي كلمة سعداء. ده بالنسبة للأسئلة الايه دوكيمون. نيجي على الجرامير. في الزمن المناسب هنحل طبعا الايه الفيرب. في الامتحان طبعا بيجي لنا شوازي زي ما احنا بنأكد كل مرة. فيرب سورتير، وقال لك فو سورتير شاك سوار. كلمة شاك يعني كل، وكلمة شاك كلمة بتدل على البريزون، يعني تصرف الفيرب تصريف عادي على حسب الجروب بتاعته، برومي أو دوزيام أو تروازيام جروب. فيرب سورتير تروازيام جروب، تصريفه إيه مع الفو؟ خدناه في الجدول، فو سورتي، هنكتب لغاية التي ونحط الأو زد، يبقى فو سورتي شاك سوار، عشان كلمة شاك تشد تحتها خط كده، كلمة بتدل على البريزون. الجملة اللي بعد كده، هدى إيه أحمد فولوار مونجي. هدى واحمد عايزين ياكلوا، جمله بريزون عادي، عايزين فيرب فولوار مع الايلابيك اس، هيبقى هنا ايه فيل في او يو ال والاو ان تي النهايه العاديه اللي مع الايلابيك اس، يبقى فيل. هدى ايه احمد فيل مونجي، هدى واحمد عايزين ياكلوا. دوما يعني غدا، يبقى زمن الجمله ايه فيتير بروش، صرف فيرب الي من عندنا مع جو في، والفيرب اللي ما بين براكتس الي هو يبقى جوفي الي، جوفي زالي معناه ايه بقى كده؟ دوما غدا، جوفي زالي انا سوف اذهب اكلب الى النادي. بنقول هنا سي تو يا فان، لو انت جعان مون منجي كل، لو انت جعان ايه كل، يبقى الفراز دي امبراتيف امر، تمام كده؟ طيب مع تو ولا مع الفو؟ السي بعدها تي، يبقى مونج هيبقى اخرها اس، نحذف الاس. لو نرجع للامبراتيف كده كنا بنقول نصرف فيرب مع تي ونصرف الفيرب مع الفو، الفيربات اللي اخرها ار نحذف الاس اللي مع تي، يبقى مونج اخرها الاو بس، يعني هنحذف الار. سي تو يا فان مونج، لو انت جعان كل، مونج اخرها او.
نيرفانا بعدها فيرجيل الفصلة اللي عندك دي يبقى امبراتيف برضو. نيرفانا سانجوليت يبقى مع تي بارلي هيبقى اخرها مع تي ايه او اس، نحذف الاس عشان بارلي اخرها او ال، يبقى زي مونجي بالظبط، يبقى بارل اخرها او بعد حذف الاس، يبقى نيرفانا بارلي فرونسي، يعني نيرفانا تحدثي الفرنسي. الفراز الاخيره تي بو اشيتي لي بونبون، تي بو بو ده فيرب بوفوار يستطيع مصرف، يبقى الفيرب اللي بعديه ايه؟ قاعدة ثابتة عندنا ينزل في الانفينيتيف زي ما هو، يبقى اشيتي هنعمل فيه ايه؟ نزله زي ما هو اشيتي، تي بو اشيتي لي بونبون عشان قبلها فيرب كونجوجي مصرف. الفراز اللي بعد كده او السؤال اللي بعد كده تروف لا كيستيون، اوجد سؤال. زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت عشان نعمل سؤال صح نختار الكلمة اللي احنا هنشيلها من الجملة او اللي احنا هنسأل عليها. قال لك ستين بوم، هنشد خط تحت ام بوم مش هنجيبها في السؤال خالص. هذه تفاحة، يبقى التفاحة دي غير عاقل، يبقى كيسكو والست حط في الآخر، يبقى كيسكو اللي هي 10 حروف كيسكو سي، يبقى اسمها ايه؟ كيسكو سي. السؤال اللي بعد كده مدام تيتي مونج لي بوار، لو احنا سألنا على مدام تيتي هنقول من، لو سألنا على كلمة لي بوار هنقول ماذا، نخلي كله ماذا مفيش مشكلة، يبقى هنا هنقول لي بوار نشد تحتيها خط، يبقى نقول كيسكو اللي هي ماذا اللي هي 10 حروف زي ما احنا قلنا في السؤال الأول، كيسكو مدام تيتي مونج، ماذا تأكل مدام تيتي. جو في اون ماريونيت، جو في اون ماريونيت، هنشد خط تحت اون ماريونيت حاجة غير عاقل، نحط كيسكو والجو تحول تي وفي زي ما هي، كيسكو تو في ماذا تفعل أو ماذا تصنع. يبقى الثلاث أسئلة كيسكو، الأولى كيسكو سي، ثانية كيسكو مدام تيتي مونج، السؤال الأخير كيسكو تو في. تمام، ده بالنسبة للإيه؟ بروف لا كيستيون. بنقول هنا مي على فورم نيجاتيف عشان ننفي صح نحدد الفيرب، نشوف الفيرب فين نشد تحتيه خط. قال لك جو فودري ان بانان، جو فودري ان بانان، فين الفيرب؟ فودري هنحط قبليه نو وبعديه با، يبقى جو نو فودري با، الان تحول الى دو وبعد كده نكتب كلمه بانان، يبقى جو نو فودري با دو بانان. الفراز الثانيه ليز انفون فون ا ليكول لو فوندردي، فين الفيرب؟ اكيد بعد كلمه ليز اليف، يبقى نشد خط تحت ايه؟ فون، هنحط قبلها نو وبعديه با، يبقى لي زونفون ني فون با ا ليكول لو فوندردي، يبقى لي زونفون ني فون با ا ليكول لو فوندردي. الفراز نمرو 3 احمد برون دو تي، فين الفيرب؟ اكيد اللي بعد احمد شد تحتيه خط برون، هنحط قبليه نو وبعديه با، يبقى احمد نو برون با دي تحول الى دو، وبعد كده نكمل كلمة شاي اللي هي تي، يبقى أحمد نو برون با دو تي. ستيم بيش، فين الفيرب عندك؟ شد تحتي خط لو اس تي فيرب ات، ما تشد خط تحت لو اس تي، يبقى سي ابوستروف، الابوستروف ترجع لاصلها او تبقى سو، بعد كده ان ابوستروف قبل فيرب ات، وبعد فيرب ات نحط با، يبقى سوني با، وعشان ده فيرب ات الان مش هتتحول لحاجه، يبقى الارتيكل بتاعتنا ا وان ودي دو دولا دو الا ابوستروف دي تحول الى دو او دي ابوستروف مع جميع افعال اللغه الفرنسيه ما عدا فيرب ايه؟ اتر، ما تغيرش حاجه، يبقى تنزل زي ما هي، يبقى سوني با ان بيش. ماذا تقول بالفرنسيه؟ بيقول لك تسال صديقك في اي صوره تنكر، هتقول له ايه؟ كومون توي دي جيزي او توي دي جيزي كومون، زي ما هي موجوده في السيتياسيون، يبقى كومون تو هي دي جيزي، كيف تنكرت؟ تقول انك سوف تصنع انت واصدقائك قبعه، هتقول نحن، هيبقى نوز الون فابريكي ان شابو، نوز الون فابريكي ان شابو، نوز الون فابريكي ان شابو اللي هي نصنع ايه؟ قبعه. تقول انك تنكرت في صوره بهلوان، يبقى انا جو سوي دي جيزي اون كلون، جو سوي دي جيزي اون كلون. جمل كومبليت طبعا بتجي لنا في الامتحان دايما. بقول لك دون لو كارنفال على كل اليا، في حفله المدرسه يوجد ايه؟ اول حاجه خالص قريناها في الدرس على ايدنا الشمال كده في الصوره لو تفتكروا، دون لو كارنفال دو لي كل اليا، كنا بنقول تنكر اطفال
بعد كده عرض في الشوارع، بعد كده وجبة خفيفة. فاكرنا نقولهم مع بعض: دي جزمو دي زنفان، تنكر أطفال، دي فيلي دون ليرو، عرض في الشوارع، جوتي اللي هي وجبة خفيفة. لو حد عايز يكتب كلمة كلون، مهرجين، كلمة في، ساحرات، برضو ما فيش مشكلة، وتكون حاجة برضو سهلة وناخد عليها نفس الدرجة ايه في الامتحان ان شاء الله. يبقى دون لو كارنفال على كل إليا، دي جزمو دي زنفان، دي فيلي دون ليرو، جوتي. اكري سات فراز اون سكريبت ان كورسيف. طبعا احنا بنكتب الفراز دي دايما في الامتحان بخط جميل مرتين. دو فوا قال لك اليا ان جران دي فيلي دون لارو، يوجد عرض مسرحي كبير في الشارع. هنكتبها بمرتين بخط ايه جميل، اليا ان جران دي فيلي دون لارو. كده احنا خلصنا اليونيتي الثالثه في المنهج او الاخيره في المنهج في الترم الاول، وحلينا الايه التست اللي عليها. ميرسي، اي اورفوار.